أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن وَاللَّهُ يُحْيِشُ إِنْ نُحْلَكَذِبُ لئن اخرجوا لا يخرجون معا وَلَئِنَّ صَرُوهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أنهم قوم لا أمسل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إن إل قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني اني اخاف الله رب العالمين صدق الله العظيم